هذا وشهدت العلاقات الثنائيه بين مملكه البحرين وماليزيا نموا وازدهارا متواصلا على كافه المستويات في ظل ما تحظى به هذه العلاقات الثنائيه من اهتمام من قبل قيادتي البلدين الشقيقين وتشكل الشركه الاقتصاديه المتناميه بين البلدين احد اوجه التعاون البارزه بين البلدين العلاقات الثنائيه بين مملكه البحرين وماليزيا هي علاقات صداقه وطيده وتاريخيه مبنيه على اساس الاحترام المتبادل وضمان السياده والسلامه الاقليميه لكلا البلدين تثبتها التفاهمات الوثيقه بين الحكومتين على مختلف الاصعده ذات الاهتمام المشترك ولكن الصعيد الاقتصادي في هذه العلاقات بات يشهد نموا كبيرا واهتماما ملحوظا لدى كلا الجانبين في الفتره الاخيره فالعلاقات التجاريه والاقتصاديه بين مملكه البحرين وماليزيا علاقات تشهد تناميا مضطردا لما تلقاه من دعم كبير وتسهيلات كثيره كان لها بالغ الاثر على رفض هذا القطاع الهام، فالتجاره البينيه بين البحرين وماليزيا للسلع غير النفطيه بلغ حجمها التجاري خلال عام 2016 نحو 119 مليون دولار امريكي. وبلغ كذلك حجم التجارة النفطية وغير النفطية مع ماليزيا خلال عام 2016 نحو 357 مليون دولار أمريكي. وفي تفاصيل أكثر أكدت آخر الإحصائيات أن حجم الوارد من ماليزيا إلى مملكة البحرين بلغ 92 مليون دولار أمريكي. وأما الصادرات فقد بلغت حوالي 26 مليون دولار أمريكي وبالنظر إلى الصادرات النفطية على حدة فقد بلغت 238 مليون دولار أمريكي هذه العلاقات الاقتصاديه جاءت نتيجه التسهيلات التي تقدمها مملكه البحرين وماليزيا في هذا الاطار، وفي البحرين على وجه الخصوص هناك العديد من الشركات والوكالات الماليزيه المسجله في سجلات وزاره الصناعه والتجاره والسياحه البحرينيه، فقد بلغ عدد الوكالات التجاريه الماليزيه المسجله في مملكه البحرين 21 وكاله. ووصل عدد فروع الشركات الماليزية المسجلة في البحرين إلى تسعة فروع وعدد الشركات التي يساهم بها رجال أعمال من ماليزيا في البحرين وصل إلى واحد وأربعين شركة ومجموع رأس المال الماليزي المستثمر في البحرين بلغت قيمته 16.4 مليون دولار أمريكي. هذه الأرقام والإحصائيات الهامة جاءت نتيجة التعاون الوثيق بين البحرين وصديقتها ماليزيا، وما يربطهما من اتفاقيات وتفاهمات ومذكرات التفاهم الاقتصادية والفنية، ومن أهم هذه الاتفاقيات اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب. وقد تم توقيع هذه الاتفاقية عام 1999. وأيضا اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار وقد وقعت هذه الاتفاقية عام 1999 أيضا وكذلك هناك الاتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني حيث وقعت هذه الاتفاقية عام 2001 عفوا وعلى ضوء هذه الاتفاقيات الهامة والهادفة إلى رفض القطاع الاقتصادي مع دولة هامة كماليزيا وفرت مملكة البحرين العديد من التسهيلات الاقتصادية ومجالات التعاون الهامة، واكثر ما يهم منها للمستثمر الماليزي هو الاستفادة من الانفتاح الاقتصادي للبحرين، حيث لا توجد أي ضريبة على الأفراد والشركات، ولا توجد قيود على تحويل الأموال، وكذلك البحرين تسمح بملكية أجنبية تامة للمشاريع، وأيضا هناك إعفاء من الضرائب الجمركية على السلع الواردة لمملكة البحرين. كما يمكن للمستثمر كذلك الاستفادة من عمليات تمويل المشاريع الميسرة هنا في مملكة البحرين فالمراقب لهذه العلاقات الاقتصادية بين البحرين وماليزيا يجدها علاقات وثيقة ومتينة نتيجة الاهتمام الحكومي في رفضها ودعم عجلتها إلى الأمام وذلك يتجلى بالطبع في الزيارات الهامة لقيادة كلا البلدين على أعلى المستويات وفي مختلف الأطر الدبلوماسية والسياسية وبالطبع الاقتصادية